لو الحكاية فيها إن فيجو هذا الاحتفال غير مسبوق في الحياة العربية. وبتكلم الجار الرجال الأستاذ غالي محمد اللي هو أحد تلاميذ منظم مدينة القضية، وأعتقد إن الحضور العالي الموجود بيعكس محبة ميزة الحضور. وأتمنى إن هي مسألة مش مجرد احتفال، هي مجرد إن أنا أعتمد تقليد جديد عامل طبع الأعمال. ويوسف من الظلم الحقيقي، ظلم النشر، ظلم في الاهتمام بالاعمال، لكن هذا هو وضع الحياه الادبيه فيها اخطاء شايف النهارده الوضع الصح. يوسف مسيرته الادبيه طويله، لكن اعماله تعتبر اعماله الكبرى العربي وهي فقط بلد المحبوب مع مكتب المصحف الفظيع اليوم 24 ساعة إلى المجهود اللي كانت مفاجأة لكل جبهة في مصر. وأنا يعني أعتز بالضبط فيه رحلة طويلة، وأجد إن يوسف إنسان كبير قبل ما أكون كاتب كبير.